الدفع الإلكتروني يطيح بمهنة البوزارتشي بعد جهود شركة توزيع المشتقات النفطية في تذليل الصعاب التي واجهتها منذ إطلاق هذا النظام في نيسان الماضي، تسير الآن نحو نهاية موزع الوقود أو البوزارتشي كما نعرفه. التجربة اللي احنا منجمعين عليها هي أساسا راح ينهي موضوع تدخل الموزع الوقود بعملية إدخال الكمية والأموال، يعني هاي راح تنتهي العملية، وهذه هي الفيصل أو إنهاء موضوع الشكوك اللي تتوجه دائما بالتلاعب. رحب المواطنون بهذه الخطوة الجريئة والمتطورة، لكنهم يدركون أن النجاح يتطلب جهودا مستمرة لتطوير وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني لحل جميع التحديات المحتملة. كلش حلو، احنا بالعكس يعني نطمح أن نواكب الدول المتطورة والحضارية، يعني نريد نتطور، يعني كلش شيء راقي حلوة يعني وراقي جدا، وهذا في الشيء يعني ممتاز. عمود لا يصير بشغلات منا ومنا وتهريب وهاي. وتسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز الدفع الإلكتروني واستخدام أنظمة الأتمتة الحديثة للقضاء على النقدية بدءا من شركات توزيع المنتجات النفطية وانتهاءا بكافة القطاعات الأخرى. ومن بين فوائد هذا النظام القضاء على الفساد والاحتيال في الجهات الحكومية، إضافة إلى تسهيل عمليات التداول وزيادة الودائع في البنوك والمصارف. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.